أتى فيروس كورونا وأصبحت الشوارع والشواطئ والطبيعة خالية من البشر، وشهدنا مقاطع من حول العالم لحيوانات برية رصدت وهي تتمشى في المدن بعد أن مكث سكانها في بيوتهم، والأمر مشابه في الفلبين حيث شهدت شواطئها غزو من نوع آخر. آلاف من أسماك الجليفش أو قناديل البحر الوردية شهدت في المحيط، المخلوقات التي كانت غائبة منذ سنوات بسبب النشاط البشري. فقبل كورونا كانت شواطئ بلوان الفلبينية وجهة سياحية، لكنها الآن أصبحت خاوية على عروشها، الأمر الذي سمح للطبيعة بالازدهار على طول الخط الساحلي. تلك الكائنات تظهر على السطح الآن لأنهم لم يعودوا يشعرون بالتهديد، إذ يعتقد الخبراء أن قناديل البحر تبقى قريبة من قاع البحر بسبب وجود السياح، وتخضع الفلبين للإغلاق بسبب الفيروس الذي أودى بحياة 136 شخص وأصاب أكثر من 3000 شخص حتى الآن. لأن الحب لا يعرف حدود، حتى خلال أزمة كورونا حرص شخصان من كبار السن تجمعهم علاقة حب أن يستمروا بالالتقاء وشرب كوب الشاي اليومي، ولكن كل واحد منهم في بلد، فكيف استطاع ذلك رغم قوانين منع السفر الصارمة بسبب تفشي كورونا؟ الألماني كارستن هانسن البالغ من العمر 89 عام، وحبيبته الدنماركية إنغا راسميوسن واللي تبلغ من العمر 85 سنة، جمعتهم علاقة عمرها سنتين وحرصوا خلالها على رؤية بعضهما يومياً لشرب الشاي والسواليف. هذا الأمر صار ممنوع بل مستحيل بعد تفشي الفيروس، فرأوا أن الحل الأمثل هو اللقاء على الحدود الألمانية الدنماركية يومياً والاستمتاع بالحديث وشرب الشاي مع البسكويت، وذلك مع إبقاء المسافة المثلى للتباعد الاجتماعي. للحد من انتشار فيروس كورونا، كل دولة اتخذت أسلوب وطريقة مختلفة، تنوعت بين منع التجول لساعات معينة أو الإغلاق الكلي للمدن، ولكن يبدو أن الأمر ليس بالسهل في الهند، الدولة التي يقطنها أكثر من 1,300,000 شخص. انتشرت مقاطع بعضها غريب والآخر طريف لمحاولة السلطات الهندية فرض منع التجول على السكان، ولكن لا حياة لمن تنادي. هذا الفيديو اللي حنشوفه بعد شوي التقط من يومين بس لآلاف الأشخاص في محطة القطار في مدينة دلهي، غير مبالين أو آبهين بضرورة التباعد الاجتماعي والجلوس في المنزل. الشرطة الهندية اتخذت إجراءات مختلفة، منها ما كان عقاباً تمثل بفرض حركات رياضية صعبة أو ضرب بالعصا، ومنها ما كان موعياً ومثيراً للغرابة في نفس الوقت، فقد ارتدى رجال الشرطة خوذة مصممة على شكل فيروس كورونا المستجد خلال إيقاف السيارات والمشاة، وذلك عند نقاط التفتيش كطريقة مبتكرة وجديدة لتوعية الناس. في ظل منع التجول انتشرت مقاطع كثيرة من حول العالم لأشخاص قرروا أنهم يمتعوا جيرانهم من شرفات منازلهم، وفي القاهرة حرص عازف الكمان المصري محمد عادل على إحياء حفل موسيقي كل ليلة من شرفته للترفيه عن جيرانه، وذلك خلال منع التجول الليلي الناجم عن فيروس كورونا. خلونا نشوف. Thank you.
يبدو أن الحجر الصحي والقعدة في البيت بتعزز مواهب الموهوبين وبتخلق مواهب جديدة لدى الآخرين. قبل ما نتكلم عن المواهب وللأسبوع الثالث على التوالي في هذه الفقرة، كل مرة نستعرض خبر طريف تضمن أشخاص ارتدوا لبس الديناصور تيركس. واحد طلع يتمشى في شوارع مدريد، واثنين كانوا في السوبر ماركت في الولايات المتحدة أثناء منع التجول، وآخر ظهور لهالشخصية كان هالأسبوع على متن سفينة روبي برنسس، هذه الباخرة السياحية الضخمة واللي وصلت ميناء مدينة سيدني الأسترالية يوم 19 من مارس، كان على متنها 2700 شخص. أصيب عدد كبير منهم بسعال وأعراض لفيروس كورونا. أكثر من 130 شخص كانت نتائج إصابتهم بالفيروس إيجابية، وشخص واحد ما بين 2700 شخص فارق الحياة. المشكلة أنه مئات الأشخاص لم يستطيعوا مغادرة السفينة حتى يتم التأكد من سلامة كل مسافر من الوباء، والموضوع أخذ إجراءات معقدة أخذت أسبوعين تقريبا. واحد من المسافرين أصابوا الملل وقام بتصوير مقطع لنفسه مرتديا زي ديناصور تيركس وهو يقوم بالتطبيل بواسطة العصي، ولكن ليس على طبلة بل على السرير أحياناً وعلى وجهه أحياناً أخرى، وهذا المقطع وجد تفاعل وانتشار كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا كان كل ما لدي في فقرة من حول العالم، والآن نعود لعلي لنكمل ما تبقى من MBC في أسبوع.